بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الخلق نبينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أفضل السلام وأزكى التسليم. أما بعد، بناتي وأبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية، واليوم معكم الدكتور حسام البدري ومحدثكم بلال عبد. دكتور حسام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ بلال، ازي حضرتك؟ وكل عام أنتم بخير، وأهلا وسهلا بكل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، وبرحب بيكم. وإن شاء الله اليوم طبعا مع أدب الاتجاه الوجداني، ومعانا الأستاذ بلال. اتفضل أستاذ بلال. حضرتك، لأدب الاتجاه الوجداني، الطالب ما ياخدش باله ان الادب الاتجاه الوجداني يعتبر هي بدايه الرومانسيه. والرومانسيه دي حضرتك زي ما سعادتك عارف ان خليل مطران هو اللي دخل لنا الرومانسيه عندنا في العالم العربي. طبعا مطران لبناني وتاثر بجمال لبنان وطبيعتها الخلابه الساحره الجميله، وهو اللي سافر فرنسا لاسباب متعدده، ومن هناك اطلع على الأدب الرومانتيكي، الأدب الرومانتيكي، وتأثر بال طبعا الرومانتيكية الفرنسية، وهو اللي دخلها لنا في العالم العربي. حضرتك، بالنسبة لمطران، هو اللي عمل الاتجاه الوجداني، فطبعا حضرتك تعرف جيدا وأولادنا عارفين إن الاتجاه الوجداني بيقوم على أربع أسس. اتفضل يا دكتور حسام. طب يا شباب، يمكن زي ما ذكر كده استاذنا جلال، عطى مقدمه جميله جدا خصوصا على خليل مطران، وطبعا لبنان والحياه الجميله والمناظر الخلابه. الاتجاه الوجداني طبعا، انا احب اذكر طبعا بعد اذن حضرتك استاذ بلال، اتفضل يا فندم. اتفضل. مدرسه الاحياء والبعث يا شباب وجيل التطوير، وعايزين طبعا نتذكر كده طبعا، لان لها قيمه كبيره جدا في احياء الشعر العربي بعد ان كان جثه هامده. لذلك انا عندي مدرسه الحياء والبعث، رائد المدرسه طبعا هو محمود سامي البارودي، رب السيف والقلم. وطبعا المدرسه دي كان لها خصائص فنيه، سواء كان من حيث المضمون، واللي هي كانت بتبدا طبعا بتعدد الاغراض في القصيده كالفخر والوصف، وتبدا بالنسيب اللي هو الغزل يا شباب، وتقليد القدماء، ده من حيث المضمون. من الشكل يا شباب، التزمت طبعا بالوزن الواحد والقافيه الموحده وتقليد القدماء في الاخيله والصور والتراكيب، خصوصا ان البارودي كان له بعض التلاميذ، وطبعا الطريق الذي سلكه تلاميذ البارودي للتعلم منه، فعندنا سار تلاميذ البارودي على نهجه واعتمدوا على التعلم منه بالمشافهه، امثال حافظ ابراهيم واحمد شوقي. ونركز على احمد شوقي يا شباب، خصوصا بقى ان كان في تلاميذ برضه عن طريق المراسله شكيب ارسلان، ومتابعه وقراءه ما نشر من شعره في كتاب الوسيله الادبيه. طبعا التلاميذ دول يا استاذ بلال عملوا مدرسه جميله جدا، اللي هي المدرسه الكلاسيكيه، لكن في اسباب دفعتهم للتجديد، منها الانفتاح على الثقافه الغربيه، عمق النضال الوطني، الايمان بفكره الجامعه الاسلاميه، خصوصا اعتبار الجامعه الاسلاميه رمز لوحده المسلمين في مواجهه الاحتلال الظالم، موقفهم من احداث العصر مثل حادثه دنشويه يا شباب، ظلم الحاكم، ضروره الاصلاح، تحرير المراه، حريه الصحافه، وتعدد الاحزاب. كل ده عملوه. عالجوا كمان مشكلات مجتمعهم وعالمهم الاسلامي، عبروا عن روح عصرهم طبعا. لذلك دي حاجات مهمه لازم نتخيلها شباب، ولازم نركز عليها، خصوصا ان نتهيأ لشوقي من الظروف ما لا يتهيأ لغيره، خصوصا تمام يا استاذ بلال. تمام يا دكتور حسام، اشكر حضرتك على طبعا التوضيح لمدرسه الكلاسيكيه الجديده اللي هم تلاميذ البارودي. طبعا حضرتك زي ما انت شايف قدامنا، هذا هو خليل مطران، وخليل مطران حضرتك هو الاب الروحي للرومانسيين، والاتجاه الوجداني هو اللي اسسه. بيقوم الاتجاه الوجداني زي ما سعادتك عارف على اكتشاف الفرد لذاته، ايضا على العمل على النهوض بها، كذلك اعتزاز الفرد بثقافته الجديده، تطلعه للمثل العليا، المثل العليا اللي بتشمل الحريه والحب والخير والجمال. هنا بقى حضرتك عاوز اسالك انت شخصيا سؤال، ويا ريت توضح لاولادنا. السؤال بيقول، هو انا لازم اقعد احفظ الكلام اللي قدامي دوت؟ احفظ الكلام اللي حضرتك لسه قايله لي من شويه؟ يعني اقعد اقول والله المدرسه الكلاسيكيه الاسس بتاعتها كذا والاسباب كذا، ولا اقرا وافهم
وبعد كده اطبق. طبعا يا استاذ بلال، يمكن سؤال مهم جدا، بنقول دايما للطلبه الحفظ انتهى، يعني وداع على الحفظ والتلقين. تمام. في حضره الفهم ثم الفهم ثم الفهم، لابد ان تفهم يا بني. لذلك لازم تعرف تفرق بين الفهم والحفظ، لان كل الاسئله بتعتمد على الفهم. انا دلوقتي لازم ابقى عارف ايه هي المثل الانسانيه، ممكن ياتي بيت من الشعر وهدفه شيء معين، فانا لازم اعرف ايه هي المثل الانسانيه، ايه هي الحريه، ايه هي الكرامه، هكذا. تمام تمام طب حضرتك قدامي سؤال بيرد على كلام حضرتك. قال خليل مطران: فاستعصموا بالصبر ثم تكاتفوا وتحرروا من رق الاستعباد. تمام. السؤال: هل هذا البيت شاهد على اكتفاء الفرد لذاته، اكتشاف الفرد لذاته، النهوض بذاته، ولا اعتزاز الفرد بثقافته الجديدة، ولا تطلع للمثل العليا؟ ولادنا يفكروا ويتفضلوا على الشات ويكتبوا لي الإجابة واشوف هو فهم هنا ولا لا. احنا لسه قايلين ان احنا الاتجاه الوجداني بيقوم على اربع، تمام، اربع اشياء. فاختار لي بقى حضرتك بقى يا ابني انت وهو، ايه هذا البيت شاهد على ايه؟ احنا بنقول استعصموا بالصبر ثم تكاتفوا وتحرروا من رق الاستعباد. يبقى الراجل هنا بيتكلم عن ايه؟ الرق الاستعباد نتحرر منه. برافو عليك. تمام. طارق معايا على الشات بيقول الحريه. طيب يا ابني الحريه دي يا طارق، هل هي تعتبر اكتشاف الفرد لذاته؟ هل هي من النهوض بذاته؟ هل هو اعتزاز الفرد بثقافته الجديده؟ ولا المثل العليا زي ما الدكتور حسام قال لك حالا، زي الحب، الخير، الجمال، الحريه؟ يبقى الاجابه المنطقيه هي تطلع للمثل العليا. طبعا استاذ بلال بنشكر، طبعا يمكن في عندنا ريهام اجابت اجابه سليمه، نسمه كذلك، برضو عندنا نهى يمكن من الفيوم جاوبت اجابه سليمه تطلع للمثل العليا، كمان ما ننساش سلمى عمرو من اكتوبر جاوبت برضو المثل العليا، واحمد ياسر ورفيده فتحي ومحمود ياسر، وطبعا اسراء عندنا جاوبت اجابه سليمه. بنشكر طبعا الشباب يا استاذ بلال. تمام. هنا اللوحه اللي قدام حضرتك زي ما انت شايف معايا لوحه معبره بتتكلم عن مراحل نمو الانسان. طبعا الطالب هيتساءل نمو الانسان ايه؟ ده طفل صغير وبيحبو، ثم يا دوبك وقف على رجله، ثم بقى شاب، ثم وصل لمرحله الشيخوخه. هكذا مرحله الاتجاه الوجداني. الاتجاه الوجداني يا شباب مر بمراحل نشاه الاتجاه الوجداني وتطوره. زي ما انت شايف الطفل الصغير بدا مع الاتجاه الوجداني اللي بيحاكي الرومانطيقيه الغربيه مع حركه الاحياء والبعث، ثم بدا يقف على رجله ينمو مع حركات التجديد اللي مطران كان رائد ليها، ثم فتره الفتوه، فتره الشباب، فتره الازدهار اللي هي الازدهار اللي ما بين اللي هي منذ القرن او العقد الثالث من القرن العشرين على يد باقي المدارس الرومانسيه. المدارس الرومانسيه اربعه، عندك الاتجاه الوجداني، عندك الديوان، عندك ابولو، عندك المهاجر او المهاجر. تمام. يبقى دول كان فتره الازدهار. خلي بالك عشان انا هجيب لك سؤال حالا اشوفك فعلا انت فهمت المراحل دي ولا لا. ثم هذا الاتجاه يتراجع سنه سنه. ليه؟ طبعا بسبب الحروب، الحرب العالميه الثانيه، وبرضه بسبب ظهور التيار الواقعي اللي هي المدرسه الواقعيه الجديده، فبدا الاتجاه الوجداني يتراجع. دكتور حسام اتفضل. طبعا معانا يمكن بعد ما وضح الاستاذ بلال نشاه الاتجاه الوجداني والتطور وبدايته، ويمكن عمل رؤى اللوحه جميله جدا، بدايه الطفل لسه بيحبو ثم يستطيع المشي، ثم بعد ذلك يصير رجلا ثم يصير عجوز. يقول شاعر الديوان عبد الرحمن شكري: ألا يا طار الفردوس إن الشعر وجدان وفي شدوك شعر النفس لا زور ولا بهتان. البيت يعبر عنه. ركز وانت بتجاوب، هل فترة تراجع الرومانسية أمام الواقعية، أم فترة ازدهار الكلاسيكية، أم ازدهار الرومانسية، أم بداية الرومانسية؟ ركز، كل الأسئلة بتعتمد على الفهم. فشوف حضرتك هو عبد الرحمن شكري بيقول إيه، بيقول: ألا يا طير الفردوس، تمام، إن الشعر وجدان. خلي بالك الشعر وجدان،
تمام، هل هي فترة تراجع رومانسية، فترة ازدهار الكلاسيكية، أم ازدهار الرومانسية، أم بداية الرومانسية؟ نترك كده الطلبة أستاذ بلال دقيقة. عندنا اتفضل. نهى، نهى من الفيوم قالت ازدهار الرومانسية. شكرا يا نهى. عندنا طيب برضو مدنة، شكرا منين لمدنة. ما دولنا ما حد مش كاتبه غير مدنة. مش كاتبه؟ تمام، يا ريت ولادنا يكتبوا المحافظه، عايزين نشوف تنافس المحافظات مع بعض، المنافسات الشريفه. اتفضلوا. طيب انا بس اعلم على حاجه صغيره بعد اذنك جنبك يا دكتور. انا اتفضل. بقول لهم عبد الرحمن شكري شاع من مدرسه الديوان، ارجع بالذاكره بقى، مش هنتذكر، انا اسف. الديوان دول مش دول تلامذه؟ ها، يعتبر استاذهم مطران يعني، طبعا مش ذلك الفتره اللي ظهرت فيها المدارس، هي فتره ايه؟ زي ما قال زميلكم، هي فتره ازدهار الرومانسيه، فتره ازدهار الرومانسيه. تمام. طيب لو دكتورنا الدكتور حسام، كان انا فاكر كان في مسلسل اسمه لن اعيش في جلباب ابي، صحيح اتفرجت عليه، بتاع الفنان القدير الراحل نور الشريف. طبعا تمام. ابنه بيقول انا مش هعيش في جلباب ابي، انا مش عايز اطلع زي ابويا. كذلك جماعه بتوع الاتجاه الوجداني شايفين كده، ان هم مش عايزين يعيشوا في ظل القديم. فهنا السؤال او الكلام بيقول، موقف شعراء الاتجاه الوجداني ايه من الشعر القديم؟ الناس دول حرصوا على الخروج من اسر الانماط الشعريه المتكرره. يعني ايه؟ يعني مش عاوز امشي زي الشعر القديم بانماطه باشكاله القديمه. ما تقوليش ابدا بالتصريع زيهم، ما إيه شعر الحكمه، ان انا اقتبس القديم، يعني خلاص انا مش عاوز حاجه من القديم. على الرغم ان مطران برضو خطوه انتقاليه بين الكلاسيكيه والرومانسيه، مطران جمع بين القديم والجديد. القديم وده ظاهر في شعره دايما، التزامه بالوزن والقافيه. لكن الناس دي يا دكتور عملت لنفسها صيغه، ابتكرت لنفسها صيغه شعريه حديثه. اتفضل يا دكتور حسام، كلمني عن الصيغه الشعريه الحديثه. الشعريه ان بتكسب الالفاظ دلالات حديثه وقدره حقيقيه على الاحياء، يعني فيها امتزاج بالتراث بالعصريه، يعني فيها حاجه كده ايه، ميكس كده زي ما بنقول. تمام. خصوصا بقى بتقوم الصوره على مفهوم فني حديث، ركز قوي في النقطه دي، اللي هي انطلاق الصوره من الوجدان. الصوره منين؟ من الوجدان. تمام. يبقى كده، يبقى ابتكار صيغه شعريه حديثه فيها اكسبنا الفاظ دلالات حديثه وقدره حقيقيه على الاحياء، امتزاج التراث بالعصريه، وتقوم الصوره على مفهوم فني حديث، الا وهو ان تنطلق الصوره من الوجدان. طيب استاذنا الفاضل، انا عاوز اقول للطالب يعني ايه اللفظ بيكتسب دلالات حديثه. اللفظ عند مطران وعند الاتجاه الوجداني بيبقى فيه قدره على الايحاء. يعني ايه؟ انا مثلا لما اقول لحضرتك كلمه متى ياتي الفجر ويزول هذا الليل، هل المقصود مش الليل الليل، ولا المقصود الفجر الفجر؟ امال المقصود بايه؟ الليل اللي هو الاستعمار. يبقى لفظه الليل خدت دلاله غير الدلاله بتاعتها، الا وهو الاستعمار، توحي بيه الظلم. يبقى اللفظ عنده اكتسب دلالات حديثه، اكتسب ايضا ايحاءات، قدره على الايحاء، ايضا امتزج فيها التراث بالعصري. انا هنا ليا وقفه صغيره بعد اذن جنابك يا دكتور. دايما بيقولوا ان مطران واللي زيه خرجوا من جلباب ابي، بيقول لك خلاص لن اعيش في جلباب ابي، لكن انت شايف الشريحه قدامك بتقول انه خلط او مزج بين التراث والعصري، يبقى معنى ذلك هو ما استغناش عن القديم كليته، راح مزج التراث بالعصري. تمام. اتفضل يا دكتور. يقول خليل مطران: داء ألم فخلت فيه شفائي، من صبواتي فتضاعفت برحائي، يا للضعيفين استبد بي، وما في الظلم مثل تحكم الضعفاء. مظاهر التمسك بالقديم، لاحظ كده حضرتك تمسك القديم في البيتين عند مطران يتمثل في وحدة الوزن والقافية، أم الوحدة العضوية، أم الصورة الكلية، أم التعبير عن النفس الإنسانية. طبعاً الوحدة العضوية يا شباب لازم تكون موضوع واحد، ووحدة الجو النفسي تكون واحدة، ويكون في ترابط. الصورة الكلية كده احنا عارفينها، غير الصورة الجزئية. الصورة الجزئية يا شباب، أنا بس أوضح بعد إذن حضرتك أستاذ بلال، الصورة اتفضل. الجزئية تشبيه، استعارة، كناية،
مجازي، صورة جزئية هقول تاني تشبيه استعارة كناية مجاز، صورة كلية شباب دي بشوف أنا مين موجود فيها، أجزاء الصورة وخطوط الصورة، وعندي خطوط الصورة طبعا بيبقى صوت ولون وحركة، وطبعا دي كان بيتميز بيها مدرسة مين؟ مدرسة الاتجاه الوجداني الرومانتيكية. نشوف كده الطلاب يا أستاذ بلال معانا في الإجابات. عندنا ندى من الفيوم بتقول هي وحدة الوزن والقافية، شكرا يا ندى. في عندي رفايدة فتحي من المنوفية، شكرا برضو جاوبت كده. يوستينا فرح بتقول التعبير عن النفس الإنسانية، وإن يا ريت يا يوستينا نركز كده شوية. محمد خالد من سوهاج، هو شفنا سوهاج أول مرة برضو جاوب رقم واحد. مدونة رضا من القاهرة، شبرا الوحدة العضوية، ماشي. عندنا الإجابة المثل العليا، ما فيش خالص المثل العليا عندنا هنا. وحدة الوزن والقافية، سلمى عمرو من أكتوبر قالت التعبير عن النفس، ومحمود ياسر كتب الصورة الكلية، ومحمد عادل الإسكندرية برضو أجاوب وحدة الوزن وإسراء وحدة الوزن. اتفضل أستاذ بلال. طبعا أما أقول قديم يبقى الوزن والقافية، الوحدة العضوية ده من الجديد. ما هو قلنا من شوية إن مطران جمع بين الكلاسيكية والرومانسية، خطوة انتقالية بين الكلاسيكية والرومانسية، جمع بين القديم وبين الجديد. القديم في حاجة واحدة قدامي اللي هي وحدة الوزن والقافية، أما الثلاثة التانيين هم دول شكل من أشكال الجديد. طبعا يا دكتور حسام مطران أعلن خصائص مذهبه الشعري، الكلام ده في مقدمة الديوان بتاعه عام 1908، وقال عن الشعر بتاعه، قال هذا شعر عصري وفخره انه عصري. ومش كده بس، لا ده انا شعري مش اي شعر، ده له على سابق الشعر مزية، تمام، يعني مزية زماني على سالف الظهور، يعني في البلد سابق عصره، ده شعري سابق عصره وفخره انه عصري، تمام. هذا هو وهذه هي مقولة مطران عن الشعر بتاعه. طيب استاذنا ودكتورنا، هنا الطالب لو قدامه قصيده وعاوز يعرف سمات الشعر عند المطران قدامه زي ما الشريحه قدام سعادتك، اتفضل. تمام، انا عندنا يمكن زي ما قال كده طبعا سمات الشعر عند مطران كما فهمت من مقدمه الديوان. اول حاجه شباب، ليس ناظمه بعبده، تمام، يعني هو حضرتك مش متقيد بشيء للنص نفسه، لا تحمل ضرورات الوزن او القافيه على غير قصده، يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الصحيح، لا ينظر أو لا ينظر الى جمال البيت بمفرده، خلي بالك دي حاجات من حاجات القديم، يعني هو مش عايز يبقى زي القديم، لكن انا بنظر لجمال البيت في ذاته وفي موضوعه. يعني هنا شباب مختلف كل الاختلاف عن مدرسه مين؟ مدرسه الاحياء والبعث. كذلك يمكن بينظر الى جمال القصيده في تركيبها وفي ترتيبها، تناسق المعاني، توافقها مع ندور التصوير، يعني قلة التصوير وغرابة الموضوع، وفي نفس الوقت لازم تكون مطابقة للحقيقة، تمام؟ وكذلك لابد من تحري دقة الوصف واستيفائه فيه على قدر. دكتور أحسنت حضرتك، طبعا هرجع تاني بعد إذن جنابك وأقول للطالب سمات الشارع عند مطران زي ما احنا قلنا قبل كده، هو ليس نظيمه بعد، أنا همشي على الوزن والقافية، بس مش مجرد ان انا ماشي على الوزن والقافيه ابقى عبد ليها، لا، ده انا اقول اللي انا عايزه، لان الشعر بيطلع من القلب. كمان مش الوزن والقافيه هيخليني اقول كلمه مش على قصدي، لا، انا اجيب الكلمه اللي انا نفسي فيها وهقول المعنى اللي انا عايزه باللفظ اللي انا عايزه، المعنى الصحيح باللفظ الصحيح. وبالنسبه لجمال البيت، هبص لجمال البيت مش هبص له بمفرده، لا، بل هنظره في ذاته وفي موضعه، ده مش كده وبس، لا، ده جمال القصيده في تركيبها، في ترتيبها، في تناسق معانيها، ده مش كده بس، وزي ما الدكتور حسام قال ان كمان التصوير بتاعها بسم الله ما شاء الله نادر، مش اي حد يجيبه، والموضوع اللي بجيبه دايما بيبقى فيه نوع من الغرابه، مش غرابه يعني غير مألوف، لا، يعني ما حدش سبقني له. كذلك كل اللي انا بقوله ده مطابق للواقع، وفي نفس الوقت شفوفه عن الشعر الحر. الشعر الحر اللي هو اللي ما بيلتزمش بوزن وقافية، لا، أنا ماشي بوزن وقافية، وفي نفس الوقت تحري الدقة، يعني دايماً أبحث عن الدقة، وكمان دايماً شعري مستوفى، مستوفى يعني وافي في كل شيء. دكتور قدام سعادتك سؤال عاوزك تختبر ولادنا فيه وتسألهم منهج مطران اللي البيت التاني بيعبر عنه.
طبيعي تمام يا استاذ بلال. في عندي حبيبه بتسال سؤال بتقول ازاي افرق بين السمات القديمه والسمات الحديثه؟ احنا لسه قايلين طبعا يا حبيبه السمات القديمه هنشوف هي المدرسه بتوافق في ايه في القديم وايه الجديد اللي عملته. الجديد اللي عملته طبعا عندنا الصوره الكليه والوحده الفنيه تمام، لكن شوف انت هو توافق معاهم في ايه؟ هل هو توافق معاهم في وحده الوزن والقافيه ولا لم يتوافق؟ فانت من خلال فهمك هتعرفي تفرقي الفرق بين المدرسه من ناحيه القديم والحديث. ارجع طبعا استاذ بلال يقول العزيز فهمي في رثاء، ركز رثاء، والرثاء يا شباب هو ذكر محاسن الموتى. شاعر هز دولة الشعر هزا، سجلته الطيور ظهرا فبزا، لم يفته الجديد فافتتن فيه واتخذناه للبداوة رمزا، لم يدنس يراعه بهجاء، وليراعى يا شباب اللي هو القلم أو يحمل لسانه العفة رجزا. من منهج مطران في البيت الثاني، هل اهتم بشعر المناسبات؟ وطبعا شعر المناسبات والمجاملات والمحافل ده كانت بتهتم بيه مدرسة الكلاسيكية. هل جمع بين القديم والجديد أم وحدة البيت أم غلبت الجانب البياني؟ يا ريت نركز كده شباب ونشوف الإجابات كده مع بعض. لم يفته الجديد وافتتن فافتتن فيه، استنى، واتخذناه للبداوة، البداوة يا شباب، الجديد والبداوة يا شباب، خلي بالكم للكلمتين دول. يلا بقى اتفضلوا شوفوا، نشوف الناس هل هو ألف ولا باء ولا جيم أم دال. هي وضحتها قوي يا استاذ بلال، طبعا انت قلت الجديد وافتتن والبداوه، يعني طبعا انا شايف الاجابات سلمى عمرو ما شاء الله يعني جابت اجابه سليمه، ونهى وندى ومحمد خالد ما شاء الله، سوهاج تمام، وزياد من الاسكندريه برضه جاوب، يعني انا شايف الاجابات كلها، ويستينا فرج ومادونا ومحمود ياسر كلهم جاوبوا اجابه سليمه، يعني من خلال فهم الابيات ومن خلال طبعا كلمه الجديد وكلمه البداوه. يبقى جمع بين القديم والجديد. طيب أستاذنا ودكتورنا يقول عبد الرحمن شكري، وإنما الشعر إحساس بما خفقت له القلوب كأقدار وحدثان من كل معنى يروع الفهم طائله معنى من الجان في لفظ من الجان. تفضل يا دكتور. طبعا منهج الاتجاه الوجداني اللي بتعبر عنه الابيات، هل هو اهتم بشعر المناسبات؟ يعني امر طبيعي كده كده في مناسبات يا شباب، ام تعبير عن المعنى الصحيح باللفظ الصحيح، ام وحده البيت، ام غلبه الجانب البياني؟ نركز كده ونرى اجابات الطلاب. استاذنا بس بعد اذن جنابك اوضح للطالب يعني ايه وحده البيت. احنا عندنا شباب في عندنا مصطلحين اتنين، ويا ريت تمسك ورق وقلم وتكتب معايا. وحدة البيت ده الكلام ده كان موجود في الشعر القديم لما كان كل بيت لوحده كده يديني موضوع. في العصر الجاهلي لو تفتكروا كان دايما يبدأ بالغزل والوقوف على الأطلال، ثم بعد كده وصف المحبوبة، وصف الرحلة الشاقة للمحبوبة، شوية يتكلم عن الرثاء، شوية يتكلم عن كذا، يعني القصيدة كشري، يعني كل بيت لوحده ممكن ينفع موضوع. عكس وحدة البيت في مصطلح جديد بنستخدمه اكتب عندك، اللي هي الوحدة الفنية او الوحدة العضوية. يبقى انا عندي وحدة البيت وعندي الوحدة الفنية يا شباب. تمام، معذرة يا دكتور، نشوف عندك الاخبار ايه. اخبار عندي ندى ما شاء الله من الفيوم، يعني ندى ما شاء الله شغالة حلو جدا، برضو اجاوبت اجابة باء. نهى برضو من الفيوم برضو اجاوبت باء، يعني الفيوم بتوع الفيوم يا دكتور شغالين بسم الله ما شاء الله. الله، طبعا عندنا المنوفيه رفيده فتحي برضو، المنوفيه ما شاء الله جاوبت باء، سلمى عمرو باء من اكتوبر، عندي محمود ياسر من القاهره قال التعبير عن المعنى الصحيح باللفظ الصحيح، عندي كذلك حبيبه التعبير عن المعنى الصحيح ومدنا برضو التعبير، خي محمد خالد سوهاج ما شاء الله، القليوبيه برضو كلهم ما شاء الله عليهم، يعني حتى احمد ياسر من اسكندريه ومحمد عادل من اسكندريه جاوبوا الاجابه باء التعبير عن المعنى الصحيح باللفظ الصحيح. أشكر كل ولادنا اللي بيشاركونا مع بعض. كان لمطران مذهب أو مآخذ على من سبقه من الشعراء، وضح ذلك. طبعا يا شباب مطران ما كانش عاجبه حاجات في الجماعة بتوع الكلاسيكية، طبعا الجماعة بتوع الكلاسيكية يا جماعة كانوا بينصرفوا عن النفس الإنسانية،
يعني ما كانش بيركز أو في النفس الإنسانية. تمام؟ كانوا دايماً بيهتموا بشأن المناسبات والمجاملات على حساب المعنى والفكر والوجدان. تمام؟ كان دايماً ما بيهتموش بالوحدة الفنية. إلا ده لسه قايلها لك. الوحدة الفنية. يبقى الجماعة بتوع القديم بتوع الكلاسيكية بتوع الإحياء والبعث ما كانوش بيهتموا بالوحدة الفنية. تمام؟ حيث كانت القصيدة عبارة عن وحدات متعثرة لا مألاة نسق لها ولا نظام. هنا بقى البيت ده أو الأبيات دي بتشوف إن أنت فهمت ولا ما فهمتش. دكتور يقول طبعا خليل مطران: يا خير فرع في الفروع وخير أصل في الأصول، من دوحة ميمونة خضراء في كل الفصول، فاروقنا الملك المفدى هل يقاس إلى مثيلي. طبعا هنا في فاروقنا طبعا يا شباب، وهو شوف بيتكلم على إيه كده. انت بينتهى لهم فاروق بيتكلم عن فاروق الملك المفدى طويل العمر طول عمره، مش كده؟ خلاص. يبقى هنا يا شباب مطران يتوافق مع الكلاسيكيين في ايه؟ نشوف الاجابات ونشوف الناس فهمت ولا ما فهمتش. طبعا في عندي اي عبد الفتاح جابت باء، يعني قالت الصوره منتزعه من البيئه. طب يعني نركز شويه. نهى وندى من الفيوم ما شاء الله عليهم الاثنين، يعني متفوقين جدا، جاوبوا شعر المناسبات. إسراء قالت وحدة الوزن والقافية. محمد خالد من سوهاج جاب برضو قال عندنا شعر المناسبات. وعندي محمود ياسر شعر المناسبات. محمد عادل شعر المناسبات. المعمر وحدة الوزن. أميرة شعر المناسبات. وطبعا عندي سلمة من أكتوبر برضو شعر المناسبات. وسيف، وطبعا الإجابة زي ما وضحها أستاذ بلال تمام، قال شعر المناسبات لأن هي فيها كلمة الفاروق يا شباب. تمام تمام تمام. أحسنتم يا أولاد، أحسنتم. دكتور حسام جينا بقى للجائزة الكبرى. الجائزة الكبرى اللي معانا النهاردة نص متحرر، نص متحرر. طبعا هنشوف النص المتحرر ده لمين وبيقول إيه. اتفضل يا دكتور بعد إذن جنابك. يقول خليل مطران: هذا عتابك غير أني مخطئ، أو يرام سعد في هوى حسنائي، حشاك بل كتب الشقاء على الورى، والحب لم يبرح أحب شقائي، نعم الضلالة حيث تؤنس مقلتي، أنوار تلك الطلعة الظهراء نعم الشفاء، إذا رويت برشفة مكذوبة من وهم ذاك الماء. جميل يا دكتور والله، أبيات لذيذة وفيها رومانسية. بمناسبة الرومانسية يا دكتور، ولادنا مفكرين الرومانسية يعني واحد وواحدة وحب. الرومانسية أكبر من ذلك بكثير يا شباب. الرومانسية تشمل حاجات كتير جدا زي ما قلنا قبل كده. موس العليا أو عننسى، حب الطبيعة أو عننسى، التعبير عن النفس الإنسانية، كل دي اسمها رومانسية. ليست الرومانسية الحب اللي في بالكم بس، لا لا ده جزء منه. هنا بقى بيقول لي حدد من البدائل معنى مقلتي. المقلة يا شباب هل هي العين؟ هل هي القلب؟ هل هي الروح؟ هل هي العقل؟ ونشوف على الشات الإجابات. طبعا نشوف الإجابات كده، احنا يمكن علينا منتظرين طبعا الطلبة. احنا عندنا اخر حاجة طبعا ملك جاوبت بتقول اللي هو شعر المناسبات، انتهت خلاص يا ملك. انا لسه ما جاتنيش اي اجابات استاذ بلال. ندى ونهى طبعا من الفيوم كالعادة ما شاء الله متفوقين، جاوبوا مقلتي عيني. مدنا رضا من القاهرة قالت العين. سلمى من اكتوبر العين. محمد خالد من سوهاج. سيف قال قلبي، مقلتي قلبي. لا ركز يا سيف. محمود ياسر قال روحي. فمش حبيبة من القاهرة قلب. عندي مدنا رضا قالت عين تمام، وعندي زياد قال روحي، وآية قالت شعر المناسبات. احنا خلصنا يا آية من زمان الكلام ده. نرى الإجابة كده مع حضرتك أستاذ بلال. المقلة هي العين. تمام تمام. طيب تعالوا يا شباب، ما زلنا في هذا النص الجميل الرائع اللي الدكتور حسام قرأ علينا. يلا يا شباب. أيرام سعد في هوى حسناء؟ ده استفهام. السؤال يا شباب، هل الاستفهام دوت غرضه التقرير، غرضه التمني، غرضه النفي، ام غرضه التحذير؟ شوف بقى شبابنا فين اخبارهم، وعايزين تنافس حقيقي. فين البنات والصبيان
الشباب فين بتوعنا؟ الرجاله والانسات عايزين نشوف احلى منافسه، فين ورونا؟ ها دكتور تابع معانا، الف ولا بي ولا جيم ولا دال معاهم؟ والله انا منتظر طبعا اللي هو عندي ندى ونهى من الفيوم ما شاء الله عليهم يعني، ومحمد خالد من سوهاج. اهو ندى بتقول جيم، بتقول نفي ما شاء الله، ونهى برضو كذلك يعني. هو انتوا قرايب يا نهى، انتوا نوتة يعني ومش عارف ولا ايه بالظبط. اميره كتبت التقرير، اسراء كتبت جيم، محمود ياسر قال تمني، محمد خالد كتب تقرير، سلمى عمرو كتبت تمني، مادونا كتبت تقرير، وسيف تقرير. يمكن اللي جاوب عندنا ما شاء الله يعني، عندنا نهى وندى يعني تمام، وفي طيب. مجموعه اتفضل استاذ بلال قرا الاجابه. دكتور حسام قبل ما اقول الاجابه بعد اذن جنابك، انا عاوز انبه ولادنا لحاجه مهمه جدا. احنا عندنا النص المقرر الوزاره مقرراه اللي هو نص المساء. اعرف طبعا حضرتك انت وهو ان الجزء دوت اللي معانا من نفس النص، تخيلهم يعني الجزء المعروض قدامك من نفس نص المساء يعني تكمله له. معنى ذلك يا شباب حينما ندخل الامتحان ويعرض علينا نموذج كهذا تمام، فعلينا ان نتيقن ان الاجابه لن تاتي جزافا، لكن عليك ان يعني تركز جيدا واعرف، لان مش هتبقى عمليه حظ، ده مستقبل حضرتك، يبقى لازم تقرا وتفهم. الشاعر بيقول هذا عتابك، بيكلمها بيقولها كده، غير اني مخطئ معقول؟ أيرام سعد في هوى حسناء؟ دكتور ممكن توضح لهم الإجابة تبقى إزاي؟ طبعا الشباب هنا يمكن الاستفهام، لو احنا شلنا اللي هي همزة الاستفهام وقلنا هذا عتابك غير أني مخطئ، لا يرام أو لا يرام سعد في هوى حسناء، فهنا طبعا يا شباب يمكن الناس كلها طبعا جاوبت نفي أهو يعني، فالإجابة هنا طبعا استفهام غرضه النفي. تمام يا دكتور. طيب السؤال الاخر، السؤال الاخر ميز الخيال، طالما قلت خيال يبقى صوره، طالما قلت صوره يبقى صور جزئيه، طالما قلت صوره جزئيه زي ما الدكتور حسام قال من شويه يبقى الصوره الجزئيه اللي هي تشبيه استعاره كنايه مجاز مرسل. يلا يا شباب، رشفه مكذوبه برشفه رويته، رويت برشفة ها مكذوبة، الرشفة اللي هي الشربة اللي بشربها، حتى الرشفة مالها مكذوبة. أنا بوضح أهو يا دكتور ما تزعلش مني، بس عاوز النادي يجاوبوا. يلا مين معانا؟ هو احنا بس في عايزين نوضح بعد إذن حضرتك، مادونا رضا من القاهرة بتقول هو إزاي نستفيد من نص المقرر؟ على فكرة بالمناسبة شباب نص المقرر ارجع له كويس، ذاكره كويس جدا، حاول تشوف فيه الصور الجمالية، شوف اللغويات اللي هي المعاني الجديدة تمام، من خلال قراءتك على فكرة هتقدر تستفيد، لأن ممكن يبقى نفس النهج ده اللي ماشيين عليه بعدين أجيب نهو جزء من نفس النص، فهو هتلاقي فيه نفس الحاجات دي وهتلاقي نفس الفهم ونفس الطريقة يعني. طيب نستفيد منه دكتور، أنا ممكن بعد إذنك أضيف حاجة صغيرة؟ اتفضل. النص الاصلي المقرر على الاتجاه الوجداني هو المساء، انا هعمل لنفسي كراسه صغيره، كراسه، وهسميها كده من بره نواتج التعلم، نواتج التعلم، واجي جوه كده اول مثلا اقول العنوان المساء، وهطلع كده في الجنب واشوف ايه اللي النص تناوله الاصلي، مثلا الصوره الكليه، يبقى اعرف لنفسي كده ايه الصوره الكليه، لان ممكن يجيب لي مثال عليها. صوره ممتده، صوره مركبه، عندي كمان من الحاجات اللي ممكن يجيبها لي النص ده تبع مدرسه الاتجاه الوجداني، يبقى الاتجاه الوجداني ايه اللي اتحقق في النص من الاتجاه الوجداني، 1 2 3 4، طب ايه القديم وايه الجديد؟ قال لا ده انا ممكن اطلع يا دكتور حوالي 3 4 صفحات على نص المساء الاصلي، حتى لو ما كانش نص اسمه المساء، بس المهم النص المقرر زي ما الوزير سيد الوزير قال ان الامتحان مش هيجي من الكتاب لكن هيجي من المنهج، المنهج اي الطريقه والاسلوب، لكن مش نفس الكتاب يعني مش نفس النص، لكن في نفس الطريقه ونفس الاسلوب. طيب نرجع بقى لشغلنا،
رشفه مكذوبه، الرشفه اللي هو بق الميه، بق الميه الكذاب، رشفه مكذوبه اكيد. ها حد يقول لي هتبقى ايه؟ طبعا هو جاوبه طبعا يمكن الغالبيه استعاره مكنيه. يمكن برضه بنشكر حبيبه، بنشكر حبيبه، بنشكر طبعا ندى ونهى من الفيوم واحمد ياسر وزياد من اسكندريه ومحمد عادل، بنشكركم كلكم يعني، ونشكر سيف ايضا يعني. تمام يا فندم. نيجي للسؤال اللي بعد كده، نفس الابيات طبعا لانه ده نص متكامل، بيقول من السمات الفنيه للاتجاه الوجداني اللي اتحققت في هذا النص، السمات الفنيه اللي عبرت عنها الابيات، الابيات دي فيها وحده عضويه او وحده فنيه، الابيات دي الشاعر بيستخدم فيها اللغه التراثيه، الابيات ديت بادئ بالتصريع، الابيات ديت فيها حكمه، يا ريت تركز انت وهو وهي. تابع معانا يا دكتور حسام. حضرتك متابع الشات وبرد على الناس يعني. طبعا يا شباب، يمكن السمات الفنيه للاتجاه الوجداني، هل استخدم لغه تراثيه؟ هل بدا بالتصريع كما بدات مدرسه الكلاسيكيه والاحياء والبعث؟ ام انتشار الحكمه؟ فاحنا يا شباب كده عايزين نركز كده مع بعض ونشوف، ويا ليت ممكن حضرتك تستفيد من الاستبعاد، ان انا اقدر استبعد الجمل الاجابات الخاطئه يعني. عندنا كده بنشوف الاجابات كده معانا يا استاذ بلال. تمام. ندى من الفيوم يعني، ونهى يعني، الاثنين جاوبوا قالوا الاجابه الاولى في السؤال الرابع الوحده الفنيه. شكرا يا ندى وشكرا يا نهى. محمد خالد من سوهاج قال البدء بالتصريع. هو التصريع يا محمد يعني، مش انا مش شايف تصريع هنا اهو. التصريع ده لما اقول لك كده اختلاف النهار والليل ينسي اذكر للصبا ايام انسي، وده بيبقى في البيت الاول فقط لا غير. هو ظنت ان دي همزه ودي همزه. ممكن. محمود ياسر قال الوحده الفنيه. شكرا يا محمود. احمد ياسر الوحده الفنيه، مفيش مشاكل القاهره. سيف وحده فنيه. اسراء قالت البدء بالتصريع. في كده يعني انا شايف لغط في موضوع التصريع يعني. طبعا حضرتك الوحده الفنيه اجابه سليمه، وليا بس تعليق صغير على الوحده الفنيه يا اولاد. وحده فنيه يعني القصيده كلها بتتكلم في موضوع واحد. وحده فنيه بتشتمل ثلاث حاجات، ويا ريت تمسك ورقه وقلم وتكتبهم، ومهمين جدا جدا جدا، ودي من نواتج التعلم العلمي اللي بنشتغل عليها. الوحده الفنيه اللي بتشمل واحد، وحده الموضوع، اي ان الموضوع يتحدث في موضوع واحد، او الابيات تتحدث في موضوع واحد. اثنين، وحده الجو النفسي، اي ان العاطفه واحده. ثلاثه، ان الافكار مترابطه، يعني كل بيت يسلمك للبيت الذي يليه، كل بيت فكرته مرتبطه باللي قبليها، يبقى معنى ذلك عندي ترابط افكار. يبقى الوحدة الفنية بتشمل ثلاثة أشياء، الشيء الأول وحدة الموضوع، الشيء الثاني وحدة الجو النفسي، الشيء الثالث اللي هي ترابط الأفكار. يبقى الوحدة الفنية عرفنا. شكرا يا جماعة. تعالوا للسؤال اللي بعد كده يا دكتور حسام. تمام مع حضرتك. السائد في الأبيات، اتفضل. طيب في سؤال برضو قبل ما نجاوب يعني، في سؤال بتقول أنا هعرف منين إن البيت الأول؟ هو حضرتك البيت الاولاني اللي هيجي لك في القصيده في الامتحان هو يعتبر البيت الاول. تمام؟ ده قولا واحدا يعني. تمام؟ طيب نرجع، بيقول الاسلوب السائد في الابيات، هل هو انشائي طلبي ام انشائي غير طلبي؟ وريت تفرق بين الانشاء الطلبي اللي هو الامر والنهي والاستفهام والنداء والتمني، والانشاء الغير طلبي زي الاسلوب التعجب، عندي اسلوب المدح والذم، عندي القسم، عندي طبعا الرجاء. الخبر يا شباب اللي هو ما فيهوش اي حاجه من الانشاء. تمام؟ والخبر لفظا انشاء معنى، وده دائما غرضه طبعا الدعاء. فهنا بيقول لي الاسلوب السائد في الابيات، نرى اجابات الطلاب والطالبات. في عندنا نهى من الفيوم وندى من الفيوم، الاثنين اجابوا اجابه اسلوب خبر. شكرا يا ندى وشكرا يا نهى. طيب بعد اذن جنابك. تمام اتفضل. انا شايف مثلا كطالب، انا هتكلم كطالب مش كمعلم. اي رام اي رام سعد في هوا. طب ما دي انشاء يا دكتور. الحاجه الثانيه نعم الضلاله في اخر بيتين، نعم الضلاله ونعم الشفاء، ادي كمان اسلوب انشائي غير طلبي، المدح والذم اللي سعادتك قلته. لكن السؤال حضرتك قلت امين على الخبري، اجابه سليمه هي خبري، بس انا عاوز اقول للطالب
انا وصلت لها خبر ازاي؟ اطلع فوق خالص بيقول لك ايه؟ الاسلوب السائد. السائد يعني المنتشر اللي هو مليان. يعني ما ينفعش اقول انشائي بس لان ده في واحده. انشائي طلبي واحده. طب انشائي غير طلبي اللي هي نعمه. لكن بشكل عام هو اسلوب خبري. اسلوب خبري. ماشي يا دكتور. السؤال اللي بعده اتفضل يا دكتور. طبعا عندنا طبعا القصر في البيت الثالث. وسيله القصر، طبعا اسلوب القصر ليه وسائل يا شباب، يا ريت يعني الناس تتذكر كده معانا. اول عندي وسيله، وسيله انما، قول الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوه. وعندي كذلك يا شباب النفي والاستثناء، ما محمد الا رسول. وعندي كذلك تقديم والتاخير. انا لما اقول لك بقدم حاجه، لما اقول يسافر اليها الطلاب، فقدمت الجر والمجرور تمام على الفاعل، يبقى كده عندي انما، عندي تقديم ما حقه تاخير يا شباب تمام، وعندي النفي والاستثناء. عندي بعد كده يا شباب العطف بل ولا ولكن. يعني ايه عطف؟ انا بعطف، انا لما اقول لك ايه صاحب الاخيار لا الاشرار، فكده هنا حضرتك ده اسلوب قصر. اخر حاجه تعريف الطرفين. يعني ايه تعريف الطرفين؟ يعني حضرتك لما اقول الله ربنا، هتلاحظ هنا الله مبتدا تمام معرفه، ربنا برضو معرفه، فلذلك هنا يبقى المبتدا معرفه والخبر معرفه، محمد نبينا، القران دستورنا، فلذلك هنا يا شباب يبقى المبتدا والخبر دول بنسميهم تعريف الطرفين. ودايما اسلوب القصر يا شباب يفيد التوكيد والتخصيص، دي حاجه مهمه جدا. طبعا شكرا استاذ بلال على الكتابه الجميله دي، ويا ريت يا شباب يعني ممكن ناخدها كده، يعني نصورها او ناخدها سكرين شوت كده سريعا، بحيث ان انت حضرتك تستفاد من صور اسلوب القصر. حضرتك هنا البيت الثالث، ادي واحد اثنين ثلاثه، اللي هو نعمه ضلاله. هنا السؤال، نعمه ضلاله حيث تؤنس مقلتي انوار تلك الطلعتي. طيب مين اللي هتؤنس المقله؟ الطلعه. يبقى هنا عمل ايه؟ قدم المفعول على الفاعل. يبقى هنا بالتقديم والتاخير يا دكتور. برضه ندى ونهى من الفيوم، يعني ما شاء الله قالوا تقديم وتاخير. معانا يا شباب اخر حاجه تقريبا، اللي هو بيقول بين كلمتي مكذوبه وكلمه وهم. مكذوبه كلمة وهم. بالراحة كده يا شباب، شوف ايه اللي مطلوب فيها بين الكلمتين. هل هو طباق؟ هل هو مقابلة؟ هل هو تجانس؟ هل هو ترادف؟ نشوف يا دكتور كده الطلبة معانا اخبارهم ايه. وانا زعلان قوي ان مفيش تنافس حقيقي غير الجماعة بتوع الفيوم اللي دايما بيخش. فين الباقي؟ برضه يعني اهو ما شاء الله انت لسه بتتكلم، ندى على طول جاوبت من الفيوم، قالت ترادف. يعني ما شاء الله، يعني سرعه بديهه. شكرا يا نهى. مدنا كتبت برضه شكرا يا مدنا من شبرا. وعندي ندى من الفيوم برضه جاوبوا ترادف. عندنا اسراء من القليوبيه، سلمى من اكتوبر قالت ترادف، محمود ياسر قال ترادف من القاهره، سيف قال ترادف، رفيده ترادف، حبيبه من القاهره ترادف، محمد عادل اسكندريه. يمكن كلهم جاوبوا اجابات سليمه ما شاء الله. الاجابه طبعا يا شباب هي حاجه مكذوبه وده وهم تمام، فالاجابه رقم د ترادف. تمام ترادف. طيب استاذنا، يا ريت لو في طالب عنده اسئله يتفضل يكتب على الشات عاوز ايه او عاوز يستفسر على ايه قبل ما نختم الحلقه النهارده. تمام يا استاذ بلال، يا ريت كل واحد كده يحضر سؤاله بسرعه، شو عايز ايه. في عندنا مدنا بتتكلم بتقول الجناس، يعني انا امتى اقول عليها جناس؟ ايه الجناس يا ولاد؟ احنا عندنا المحسنات البديعيه. المحسنات البديعيه يا شباب احنا بنقسمها الى قسمين. في عندي محسن لفظي، وفي عندي محسن معنوي. المحسن اللفظي تسمحوا لي انا بقسمه الى ثلاثة. في محسن لفظي
خاص بالشعر، وفي محسن لفظي خاص بالنثر، وفي محسن لفظي مشترك ما بين الاثنين. فالمحسن اللفظي الخاص بالشعر تصريع، حسن تقسيم، ده اللي خاص بالشعر. اما اللي خاص بالنثر يا شباب، اللي خاص بالنثر في عندي ازدواج وفي عندي سجع، ده اللي خاص بالنثر يا شباب، المحسن اللي هو اللفظي. اما المشترك ما بين الاثنين اللي ينفع هنا او ينفع هنا، ده اسمه ايه يا شباب؟ الجناس. والجناس نوعين، يا اما جناس تام يا اما جناس ناقص. وهنلاحظ يا شباب ان المحسن اللفظي له مسميات عديدة. يسمى المحسن اللفظي زينة لفظية، ويسمى ايضا زخرف لفظي، ويسمى ايضا زينة صوتية او محسن صوتي. تمام؟ له اسماء متعددة. والمحسن اللفظي او الصوتي يا دكتور، طبعا سر جماله بيعمل ايه؟ يعطي احسن موسيقيا. طبعا بيعمل الجرس الموسيقي، يطرب الاذن، يجذب الانتباه، يثير الذهن. اما المحسن المعنوي، المحسن المعنوي اللي هي بقيه المحسنات يا شباب، منها الطباق. والطباق كما نعلم جميعا هناك طباق ايجاب وطباق سلبي. يا حبايبي عندي ايضا مقابله، وعندي ايضا من المحسنات المعنوية تورية، عندي أيضا من المحسنات للفتاة، وعندي أيضا من المحسنات اللي مراعاة نظير. هذه يا شباب اللوحة، خدها سكرينة بعد إذنك. اللوحة دي بتحط في الطالب المحسنات البديعية سواء في الشعر أو في النثر. أنت يا أستاذ بلال والله ما شاء الله، يعني حاجة جميلة. أنا عن نفسي يعني استفدت بصراحة، وحاجة حلوة خالص إن وضحت كده المحسن اللفظي المشترك، يعني فدي حاجة جميلة جدا. يعني في عندي برضو سؤال تاني يا أستاذ بلال، هو الطالبة بتقول هو التجانس هو الجناس، يعني بتسأل التجانس هو الجناس؟ طبعا الجناس والتجانس أكيد ده حاجة واحدة، للنفس جنس الكلام من نفس جنس الحروف. في عندنا برضو نهى برضو من الفيوم، قالت احدد نوع التجربة الشعورية ازاي، يعني اعرفها ازاي؟ طيب بعد اذن جنابك يا دكتور، التجربة الشعرية او الشعورية، الشعرية. التجربة الشعرية بتنقسم الى يا اما تجربة ذاتية، تمام، يعني بتاعت الشخص نفسه بيتكلم عنها، يا إما تجربة عامة كلنا بنشترك فيها، يا إما تجربة إنسانية. يبقى أنا عندي التجربة الشعرية يا جماعة ثلاث أنواع، تجربة ذاتية وهي خاصة بالشاعر ذاته، خاصة بيه. التجربة العامة يشترك فيها الشاعر والمستمع او المتلقي كلهم، زي حب مصر دي تجربة عامة. اما التجربة الانسانية تختص بايه يا شباب؟ بالحاجات العامة زي الحق، الخير، الجمال، العدل، دي كلها لو الشعر بيتكلم عن حاجة من دول بنقول عليها تجربة إنسانية. يبقى أنا عندي التجربة الشعرية، الجماعة بتوع الفيوم، الناس العسل، بنقول أنا عندي أنواع التجربة ثلاثة، تجربة ذاتية، تجربة عامة، تجربة إنسانية. طبعا هترد وتقول لي طب ما في حاجة اسمها تجربة ذاتية تحولت إلى عامة. طبعا لما الشاعر بيتكلم عن حاجة خاصة بيه
وبعد كده يتحول من التجربة الذاتية إلى عامة، زي ما أحمد شوقي بدأ في الأول وقال في النص الأولان المقرر اتكلم عن نفسه لما قال اختلاف النهار والليل ينسي اذكرها لي الصبا، ثم أخذ أن يواصل كلامه إلى أن وصل وقال ها سلا مصر، أقف هنا، سلا مصر يعني هيتكلم عن مصر، سلا مصر هل سلا القلب عنها أو أسى جرحه الزمان المؤسي؟ يبقى هنا تحول من تجربة ذاتية إلى تجربة عامة. دكتور تمام، احسنت استدلال والله يعني حاجة جميلة جدا وحاجة عظيمة، وطبعا يعني بشكرك على الجهد العظيم الجهد المبذول يعني. شكرا استاذ بالله. ايه الأسئلة اللي موجودة تاني عند حضرتك؟ طبعا الأسئلة طبعا خاصة بالامتحانات، هو الامتحان ورقي أم إلكتروني؟ تمام، وفي عندنا طبعا سؤال ازاي الكاتب اعرف اذا كان مجدد ولا محافظ؟ تمام، في المقال النثري ده هنجاوبه طبعا يا شباب ان شاء الله مع ادب المقال. تمام، دي هي معظم الاسئله. طبعا في حاجه تاني، سؤال الاستعاره. استعاره شباب يمكن اوضحها بعد اذن حضرتك. طبعا استعاره عندي بتنقسم الاستعاره التصريحيه واستعاره مكنيه، والفرق بين الاستعاره والتشبيه يا شباب يعني واضح جدا. التشبيه لازم يكون فيه طرفين. انا لما اقول لك مثلا ندى قمر موجودين يا شباب معايا، يعني ده تشبيه خلاص. فعشان افرق بين التشبيه والتشبيه لازم يكون اقل حاجه المشبه والمشبه به موجودين. لو اتحذفت حاجه من المشبه يا شباب خلاص انطلقت الاستعاره. يعني على سبيل المثال لو انا قلت الباب عندي طرق الباب، فاحد من الناس سالني من الذي، فقلت له القمر على الباب. هل فعلا القمر على الباب؟ لا، انا بقصد بان القمر يكون مثلا صديق لي، فانا شبهت الصديق ده بمين؟ بالقمر، او صورت ندى بالقمر. لكن هل موجوده ندى ولا انا قلت القمر؟ فانا قلت القمر، فحذفت ندى اللي هي المشبه، فاصبحت استعاره ايه؟ تصريحيه. يبقى شباب انا لما بحذف المشبه تمام يبقى على طول استعاره تصريحيه. لو عكسنا بقى تمام بقت استعاره مكنيه، يعني انا هحذف المشبه به. تمام، يعني على سبيل المثال لما اقول لك انا كلمتني ارض اجدادي، هي ارض اجدادك دي بتتكلم؟ خلي بالك، شوف الصفه، خدت حاجه في قرينه دلت عليها. طبعا الارض ما بتتكلمش يا شباب، امال مين اللي بيتكلم؟ هقول لك الاشخاص. فانا بقول لك ايه، كلمتني ارض اجدادي، فانا شبهت الارض بالاشخاص، فحذفت مين؟ الاشخاص اللي هي المشبه به، وصرحت طبعا او ذكرت مين اللي هو المشبه. يبقى هنا على طول استعاره مكنيه. يبقى عشان افرق بين التشبيه يا شباب لازم التشبيه يبقى فيه مشبه وفيه مشبه به. حذفت احد الطرفين اصبحت استعاره، سواء كانت استعاره مكنيه او استعاره تصريحيه. شكرا استاذ بلال. طبعا دكتور حسام وضح لنا جدا 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 الفرق ما بين التشبيه والاستعاره، والجدول قدامكم يا شباب. مشبه، مشبه به نوع الصوره، الاثنين موجودين هيبقى تشبيه، علامه صح وصح ايه؟ شلت المشبه تبقى تصريحيه، مشبه به تبقى مكنيه زي ما انتم شايفين. وزي ما قال القمر جه، هل القمر هو اللي جه؟ لا طبعا، البت ندى بنتي، ندى اسمها ندى، ها؟ والبت ندى اللي هي بتاعت الفيوم، ندى جاء، انا ما قلتش ندى، انا قلت القمر جه. يبقى ايه اللي حصل هنا؟ صورت ندى وما جبت سيرتها بالقمر، ويبقى انا حذفت المشبه، يبقى القمر استعاره تصريحيه. لكن لما اقول يا شباب ندى منوره النهارده يا اولاد، ندى منوره، قال لا هي ندى دي لمبه؟ لا، صورت ندى باللمبه بالمصباح بالقمر، بس هنا ذكرت ندى اللي هي المشبه وحذفت المشبه به اللي هو القمر او المصباح، يبقى استعاره مكنيه. استاذنا دكتورنا. تمام يا استاذ بلال. باقي الاسئله طبعا خاصه طبعا عايزين فيها مراجعه لاغراض الاستفهام، وطبعا ان شاء الله ده هنجاوبه لكم طبعا في حصه ثانيه باذن الله. وطبعا الاغراض كلها والعلاقات بين الجمل التفسيريه والتعليليه ان شاء الله في المره القادمه باذن الله، في العلاقات في بعض النصوص هيتم شرح الكلام ده ان شاء الله رب العالمين. طبعا كده وقفنا طبعا كل حاجه يا استاذ بلال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.